هذه نبات الفريسي. طيب، هي جميلة جدا في الأحواض المغلقة والتراريوم، ورائعة جدا. طبعا تعطي ورد جميل جدا. هعرض لك بعض منها هتشوفها عندي، ونبدأ نتناقش في أسعارها وفي أشكالها. طبعا هي كل ما تتوفر للضوء الجميل زي ما أنت شايف هتعطيك اللون الأحمر، وتعطيك خطوط جميلة جدا في الورق. طيب، عندنا هذه الأولى، شوف كيف زهرها يطلع، سبحان الله، عاشقة للرطوبة. وريتك فين مزروعة عندنا. هذه سعرها 75 ريال، ما شاء الله تبارك الله، مستوردة من هولندا. خلينا نشوف كلاس اي. كلاس اي يعني نخب اول. طبعا شوف لي هذه رقم 2 عندنا، شوف كيف اللون الاحمر فيها، وبناتها حيتكاثروا عندك زي ما شئت. هذه عندك كذلك ب 75 ريال مع بناتها، تقدر تفصل كل بنت على حدة. يعلم الله يا اخواني، انا كنت بفصلها واعرضها كل واحدة على حدة، لكن حفصل واحدة واعرض لك هي كيف حنعملها في السباجنم موز. طيب، وهذه ما شاء الله تبارك الله معروضة عندنا، اللي هي على لحاء خشب المنغروف بالإضافة إلى الموس، ما شاء الله تبارك الله، مثبتة على اللوح، جميل. حيكون سعرها 100 ريال، 100 ريال، وتستاهل يا أخي الكريم أكثر، لأنه هذه ألواح المنغروف غالية جدا. طبعا لها طرق كثير في التثبيت، يا أنك تثبتها على جدارك بهذه الطريقة، أو إذا عندك شجرة تقدر تثبتها على شجرتك، على الغصن اللي أنت حابه وتربطها، وحتكون جميلة جداً.